فرقة الشام اليوم بقيادة المايسترو رفيق طلعت قدمت عدة أغاني جميلة تراثية سورية وأيضا من التراث الموسيقي العربي، وهو مثل ما ذكرت لك تأتي ضمن نشاطات مديرية المسارح وزارة الثقافة لتنشيط وإغناء مجالات الثقافة المتعددة في هذا القطاع. احنا مديرية المسارح والموسيقى وزارة الثقافة يعني خلال فترة الأزمة يمكن ما وقفنا ولا يوم عن تقديم نشاطاتنا وفعالياتنا حتى مهرجانات المحلية. يعني إذا بقول لك تحت القذائف كان في عنا جمهور مستمر ووفي لعروضنا، ما بكون عم بالغ، ومثل ما شفتي يعني القاعات ملانة، ومؤخرا انتهينا من فعاليات مهرجان الطفل بدمشق وكل المحافظات السورية. الإقبال كان عليه بشكل يومي لمدة 10 أيام. الحرب إعلامية ثقافية حقيقة، ونحن مستمرين بإبراز الوجه الثقافي والحضاري لبلدنا.